موضوع الفيديو الاساسي النهارده هيبقى ازاي ان احنا نخلي ريحه جسمنا حلو، ريحه جسمنا حلو وثابته معانا 24 ساعه، يعني من اول ما انت بتاخدي شاور وبتطبقي الخطوات اللي انا هقولك عليها لحد ما تاخدي شاور تاني، انت ريحتك جميله وثابته في جسمك، مش مجرد ان انت بتحطي برفيوم على الهدوم، لا، ريحه الجسم نفسها تكون حلوه وريحه ناعمه وثابته معاكي طول اليوم. ممكن من تركيبه بسيطه هنعملها مع بعض مش هتكلفنا غير 15 جنيه، هي ريحتها ثابته في الجسم ومش بتروح غير لما انت تاخدي شاور وتغسلي جسمك. انا دكتوره منى السيد، بقدم محتوى خاص بالشعر والبشره والصحه بشكل عام. لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابع معايا الفيديو لاخر. بصوا، انا في الفيديو ده هعرض عليكم كل الحاجات اللي انا جربتها اللي فعلا سعرها اقتصادي جدا وفي نفس الوقت بتخلي ريحه الجسم ثابته 24 ساعه. يعني لو انت مثلا بنوته ومهتمه ان انت ريحه جسمك دايما تبقى حلوه ونظيفه كده، او لو انت مثلا متجوزه وست بيت وعايزه ريحتك دايما تبقى ثابته وريحه جسمك حلوه مهما انت عملتي شغل بيت، مهما اشتغلتي، مهما حصل، انت ريحتك حلوه وثابته معاكي، فانا بقول لك دول افضل منتجات من وسط تجارب كتير جدا. وفي نفس الوقت لو انت مش بتحبي خطوات كتير وعايزه حاجه بسيطه زي ما قلت لك سعرها اقتصادي، برضه هنتكلم في النقطه دي. تعالوا بقى نبدا ونقول من الالف للياء ازاي ريحه اجسامنا تبقى حلوه. اول حاجه عندنا الريحه الحلوه بتبدا من الشاور، ان انت من اول الشاور لحد الحاجات اللي بعد الشاور تبداي تستخدمي حاجات ريحتها ثابته في الجسم. انا هقول لكم على نوع شاور جل انا بشوفه من افضل انواع الشاور جل اللي في العالم. يعني اول ما انا جربت المنتج ده من اول مثلا سنتين او سنتين وشويه انا فعلا بكرره، وعلى فكره هو دايما بيبقى موجود عليه عروض، ودايما لما باجي اشتريه بشتريه بالثلاثه واربعه من كتر ما هو ريحته حلوه. بصوا اللي هو ده، بس اللي هو كلمه فرنساوي، يعني ده يتقارن باعلى البراندات. اولا كريمي جدا، ريحه حلوه، نعومه، مش بينشف الجلد نهائيا، تحس ان انت بتحطي حاجه بتنظف جلدك وفي نفس الوقت بترطب جلدك، حاجه فظيعه. وعلى فكره الصناعه ايطالي، سعره اقتصادي جدا، يعني العبوه دي 400 مللي دايما بيبقى فيه عروض، انا ساعات بجيبه ب 25 وساعات بجيبه مثلا ب 30، هتلاقيه مثلا على جوميا وعلى نون، هتلاقيه في هايبر وكارفور وكده. احسن ريحتين فيه هما الريحتين دول، ريحه الورد وريحه الخوخ. في ريحه تانية باللبن بس انا ما حبيتهاش قوي بصراحه، دول اللي عاجبني جدا. بدون مبالغه ده انت لما بتستخدميه في الشاور ريحتك 3 4 ساعات هو لوحده ريحتك حلوه، عارف ريحته ثابته في الجسم كانك حاطه يعني البادي سبلاش والبادي ميست ما بيقعدوش في الجسم ساعتين، يعني ده بيقعد معاكي 4 ساعات 3 ساعات، فظيع فظيع بجد. فلو انت عايزه تبداي كده خطوات كده ان انت تستخدمي حاجات ريحتها ثابته وحلوه، فده افضل شاور جل انا بنصح بيه. تاني حاجه بقى هكلمكم فيها هي حاجه ريحتها ثابته جدا وجميله جدا، بودره جسم وبادي لوشن. انا استخدمتهم دول ريحتهم بقى معاكي ممكن اكتر من 24 ساعه، هو اللي هو انشانتر، ده انشانتر البودر واللوشن. مفيش في الدنيا لوشن انا استخدمته بالثبات ده، انا اقصى لوشن استخدمته كان ثباته يتجاوز السبع ساعات والست ساعات، ده لا ده رهيب. بصوا هو مشكلته بس ان انت اول ما بتستخدميه اول ما بتفتحيه بتحس ان هو ريحته نفاذه، يعني بتحس ان انت في معطر جو كده، بس انت لما بيتحط بقى على الجسم بيهدى بيهدى في الجسم وتبقى ريحته ناعمه خالص، فما تقلقيش من النقطه دي. في منه روائح كتير جدا، انا اكتر ريحتين بحبهم اللي هي اللون الاصفر ده واللون اللي هو الموف اللي هو باللافندر، دول اللي انا جربتهم، وكنت جربت قبل كده الحمراء بس اللون احمر بس ما كانش عجبني قد كده. هو ريحته كلها ورود، يعني هو في منه روايح كتير جدا 8 او 9 روايح كلهم بالورود، وفي نفس الوقت هو سعره كويس. ده انا كنت جايباه ب 65 جنيه، هو ده 250 مللي كنت جايباه ب 65 جنيه، ودي باودر يعني شوفوا كبيره جدا، دي بتقعد معاكي قرن كامل يعني دي بتعيش بقى. دي كنت جايباها برضو بحاجه و60، بس هي في منها عبوه اصغر 125 مللي بتبقى تقريبا ب 45، بس دي طبعا اقتصاديه اكتر، يعني فرق 20 جنيه وتجيب ضعف الكميه، فانا دايما بشتري 250 مللي. ده انت بتحطيه بعد الشاور معاكي بقى يعني 24 ساعه ريحتك ثابته ما بتتهزش، مش محتاجه انك تحطي برفيوم اصلا. وبعدها بحط الباودر، الباودر دي بقى بتحطيها مثلا في اماكن بقى زي الرقبه، بتحطيها مثلا تحطي منها على رجليكي تخلي ريحه رجليكي تحفه. الاثنين دول مع بعض انا ما بستغناش عنهم. وكمان اللوشن ده ميزته ان هو خالي من البارابن، زي ما قلت قبل كده ووضحت ان احنا ما بنستخدمش اي حاجه في الاندر ارم يعني مزيل عرق، او بنستخدم حاجه على جسمنا نسيبها يبقى فيها بارابن، لانه قلنا ان البارابن ده ماده شبيهه بهرمون الاستروجين، فالجسم بيمتصها بكميات كبيره وبتعمل مشاكل في الصحه وليها علاقه ربنا يعافينا امراض مش كويسه، فانا ما بحبش استخدم حاجه زي كده. انت برضو بتهتمي بالحاجات الامنه، مش بتستخدمي حاجه فيها مواد ضاره لجسمك على المدى الطويل، فانصحك بيه. ده ريحه وترطيب عالي جدا، هو على فكره بخلاصه زيت الزيتون والجليسرين ترطيبه ممتاز جدا، ماشي معايا صيف شتاء، بشرتي الدهنيه بيمشي معايا، بشرتي الجافه بيمشي معايا حلو قوي وامتصاصه سريع.
فبرضو لو انت مهتمه بكده وسعره معقول استخدمي دول، احسن حاجه للريحه الثابته. طبعا احنا قلنا كده حاجات هتخلي ريحتنا حلوه وريحتنا ثابته، بس اهم حاجه في الكلام ده كله هو مزيل العرق. يعني لو انا دلوقتي بستخدم حاجه وريحتي حلوه وانا ريحتي عرق، كل ده راح، كل ده اترمى على الارض. فلازم مزيل عرق كويس جدا. انا كنت اتكلمت قبل كده عن الكريم ده كمزيل عرق، بصراحه انا بقالي يعني بقالي داخل على 3 شهور بستخدمه. بصوا يا جماعه، ده انا عارفه ان هو كريم التهابات الحفاظات بتاع الاطفال، بس هي الفكره كلها ان ده فيه تركيز عالي من ماده اسمها الزنكو اوكسيد، وانا اتكلمت عنه في فيديو بالتفصيل وشرحت ان الزنكو اوكسيد ده يعتبر ديودرنت طبيعي. يعني ايه ديودرنت طبيعي؟ يعني ماده بتخلينا نعرق بشكل عادي بس العرق ملوش ريحه. وقلنا كمان ان الزنك اوكسيد ده فوائده ان هو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات، فلو انت عندك ريحه العرق وحشه بسبب ان في عدوى بكتيريه هيعالجها لك. ممتاز جدا، سعره يا جماعه 30 جنيه. وفي نفس الوقت هو بقى لا فيه الومنيوم ولا فيه كحول اللي هو بيسمر ولا الحاجات دي كلها، وتقدري تحطيه بعد الشهر، تقدري تحطيه وانت لسه عامله شيفنج. دلوقتي فعلا بيفتح الاندر ارم كويس جدا. فانا بصراحه ده بستخدمه مهما عملت مجهود مفيش ريحه عرق، بعرق عادي بس مفيش ريحه عرق. فكده يبقى انت كل العناصر مكتمله ان انت ريحتك حلوه. اخر حاجه بقى معانا هي التركيبه دي. بصوا لو انت بقى حد مش بيحب بقى يستخدم منتجات والروتين بتاعك بسيط، اللي هو بتاخدي شاور بصابونه وعايز تستخدمي حاجه واحده تبقى ريحتها حلوه، فانا بقول لك على دي. شوفوا يا جماعه انا بقى لي سنه بستخدمها، يعني العبايه دي كانت مليانه يعني ما عادش غير شويه دول خلاص. دي كانت تركيبه انا بصراحه واحده صاحبتي هي قالت لي عليها. انا اقول لكم انا بعملها ازاي. في مكعبات بتتباع في عند العطارين اسمها مكعبات مسك، في انواع كتير جدا بصراحه. النوع كويس اللي انا جربته في نوع اسمه مكعب مسك، يعني شركة اسمها الريان، هيظهر عندكم على الشاشة. عايز اقولك مكعب المسك ده مفيش فيه اي مواد مضرة، ده مكعب المسك ده بيبقى عبارة عن زيت عطري وبيبقى معاه حاجة اسمها شمع العسل وشمع البلسم. انا واحدة درست تركيبات وفاهمة انا بقولك ايه، فما تقلقيش منه مفيش فيه اي مواد مضرة. حسيت ان هو ريحته فواحة جدا وقوية جدا، يعني حطيه في درج هتلاقي ريحه الدرج اتقلبت، حطيه في دولاب هتلاقي ريحه الدولاب اتقلبت. ريحته حلوه جدا وجميله وريحته نظافه. عارفه كده لما انت تبقي ان يعني عارفه ريحه النظافه كده، عارفه لما انت تمشي من جنب حد وتشم ريحه تحس ده حد، ده حد يعني ريحته نظيفه كده ريحته جميله. هو دي نفس الفكره. ده فكرته بسيطه جدا، ان احنا بنعمل بيه مخماريه، ان احنا بنجيب علبه فازلين. دي علبه فازلين انا كنت جايبها رخيصه تبع شركه ايفا، كان تقريبا سعرها 8 جنيه او 9 جنيه، والمكعب ده بيبقى سعره بيتراوح من 5 جنيه ل 8 جنيه حسب ما انت تلاقيه بقى. كل الفكره ان انت بتجيبي المكعب ده وتبداي تسيحيه، وبعد كده بتضيفي عليه علبه الفازلين وتبداي تقلبيهم كويس لحد ما يندمجوا مع بعض كويس، عشان بعد كده نضيفي المكون الثالث. تحضيرها مش هياخد منك اكتر من 5 دقائق. ممكن تسيحيها على حمام بخار زي ما انا عملت كده، او تعمليها في الميكرويف. ده بقى زيت عطري، زيت بتجيبيه من عند العطار لأي عطر انت بتحبيه، يعني ممكن ورد، ممكن ريحة مسك، ريحة عود. بيبقى سعره بيتراوح مثلا ممكن دي مثلا ب5 جنيه، لو حجم اكبر ممكن 8 جنيه او 10 جنيه بالريحة اللي تحبيها، وممكن تجيبي كمية اكبر من كده. كل ما زودت الكمية كل طبعا ما الريحة كانت مركزة اكتر. انا العطار اللي جنبي بيجيب لي دايما الزيوت دي اللي هي تبع شركة كمينة. الزيت ده بقى هو اللي بيخلي المخمرية دي ريحتها قوية جدا وثابتة جدا وبتبقى لازقة في الجسم. فانت كده بتبقي عملتي مخمرية من مكونات انت عارفاها ومكونات آمنة وفي نفس الوقت ثباتها عالي. اغلب المخمريات اللي بتتباع جاهزة بيكون مش مكتوب عليها مكونات اصلا وريحتها مش بتثبت اقصى حاجة مثلا ساعة، لكن دي ثابتة جدا وبمكونات انت عاملاها وعارفاها وكمان آمنة ان انت تتعطري بيها اي اماكن خاصة. طبعا هي الاستخدام بتاعها استخدام خارجي بس، الحاجة هتقعد معاكم كتير جدا ومش بتكلفها 15 جنيه فحاجة واو. أتمنى يكون الفيديو أفادكم. لو سمعتوا أي معلومة جديدة بالنسبة لكم في الفيديو ما تنسوش تعملوا إعجاب على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير بإذن الله فيديو جديد.